إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الالتهاب الفيروسي الأحادي، وطبعا هو عبارة عن التهاب فيروسي يسببه فيروس يسمى أبشتاين بار، ويعتبر من الحالات المرضية الشائعة التي يمكن أن تسبب التهاب في الحلق عند الأطفال. أيضا الإرجاع المعوي أو التقي أو التهيجات وأنواع أخرى من الالتهابات يمكن أن تكون من أسباب التهاب الحلق عند الأطفال. من الضروري استشارة الطبيب المتخصص في هذا المرض، ومثل ما تكلمنا هو ناتج عن فيروس يسبب التهاب في الحلق اسمه أبشتاين بار.